The 9500. أعلن افتتاح الجلسة 68 بعد 509,000 لمجلس الأمن. جدول الأعمال المؤقت لهذه الجلسة: تقارير الأمين العام عن السودان وجنوب السودان. أقر جدول الأعمال. سيبدأ المجلس الآن نظره في البند الثاني من جدول الأعمال. أمام أعضاء المجلس الوثيقة S شارطة 2024 شارطة 223، نص مشروع قرار مقدم من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. يستعد المجلس للتصويت على مشروع القرار المعروض عليه. I now give the floor. أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الذين يودون الإدلاء ببيان قبل التصويت. أعطي الكلمة للاتحاد الروسي. السيد الرئيس، مشروع القرار المعروض علينا اليوم وقد أعدته المملكة المتحدة لديه هدف نبيل، أي أن نسمح لمجلس الأمن بمناصرة وقف إطلاق النار في السودان لتعزيز الوصول الإنساني وكذلك لدعم جهود الأمم المتحدة للوساطة، غير أن غالبية هذه الأهداف جاري تنفيذها بالفعل ولا سيما من خلال الجهود البناءة للحكومة والسلطة السودانية. وقد تفاجأنا إذ أن زملائنا الغربيين يشيرون إلى ضرورة التسريع والتعجيل بتسوية الأوضاع الإنسانية، وهنا قد طرحوا مشروع قرار يدعو إلى وقف الأعمال العدائية. ولكن ما من مشاورات أجريت في هذا الشأن، المقترحات البناءة التي قدمناها رفضت والعملية تمت هنا بالقوة ورغما عن عدد من الوفود. لا شك لدينا في نوايا الدول الغربية، ولكن الكيل بمكيالين ينعكس هنا بكل وضوح. ونظرا لأن هذه الدول نفسها تعرقل وقف إطلاق النار في غزة التي تشهد مجازر بكل معنى الكلمة، وقد لقى أكثر من 30,000 شخص حتفهم في قطاع غزة، الزملاء يهدرون الوقت ويتحدثون عن الدبلوماسية المباشرة في الميدان، لم يقترحوا الشيء نفسه بالنسبة إلى السودان، مع أن ذلك ممكن، من الممكن الخوض في جهود وساطة في هذا البلد. هذا النفاق واضح لا لبس فيه. الاتحاد الروسي اقترح الإبقاء على بيان للصحافة أو إعلان رئاسي لمجلس الأمن، لكن دعواتنا هذه لم تؤخذ في الاعتبار ولم نحصل على أي تبرير أو تعليل لذلك. والمشكلة لا تتعلق بالفعل بأي جدول زمني أو بالعامل الزمني. عندما نتحدث هنا عن ضرورة معالجة الوضع بسبب وقف وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد، هذه المسألة ليست بجديدة، والواقع أن السلطات السودانية اتخذت تدابير إيجابية، وفي 5 مارس تم الموافقة على تمرير المساعدات عبر النقاط الحدودية عبر تشاد ومصر وكذلك عبر المطارات المختلفة. إذن ما نراه هنا هو محاولة للنهوض بمصالح جيوسياسية فردية للدول المعنية. شكراً. أشكر ممثلة الاتحاد الروسي على هذا البيان. سأطرح الآن مشروع القرار للتصويت. يرجى من المؤيدين لمشروع القرار الوارد في الوثيقة S شارطة 2024 شارطة 223 رفع أيديهم. Those against. يرجى من المعارضين رفع أيديهم. Abstentions. الممتنعون. The result of the voting is.
جاءت نتيجة التصويت على النحو التالي: 14 صوتا مؤيدا وامتناع واحد. بذلك يكون مشروع القرار قد اعتمد ليكون القرار 2724 للعام 2024. وأعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الذين يودون الإدلاء ببيان بعد التصويت. أعطي الكلمة للمملكة المتحدة. شكرا سيدي الرئيس. مع اعتماد هذا القرار وجه المجلس رسالة قوية للقوات المسلحة السودانية وكذلك لقوات الدعم السريع للاتفاق على وقف فوري للأعمال العدائية خلال شهر رمضان، ويأتي ذلك بعد نداء وجهه الأمين العام والاتحاد الأفريقي بهذا الشأن. نحض القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على العمل على أساس هذه الدعوة الموحدة للمجتمع الدولي لإسكات دوي المدافع، وينبغي بناء الثقة والنهوض بتسوية مستدامة للنزاع من خلال الحوار. السيد الرئيس، إن الحالة في السودان لتبعث على القلق الشديد، والحاجات الإنسانية للسكان ضخمة. نؤيد عمل الوكالات الأممية ومنظمات المجتمع المدني دعما لمن يحتاجون للمساعدة، ونشدد على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومستدام وآمن ودون عراقيل، وذلك لإنهاء هذا النزاع. ونشجع الأمين العام ومبعوثه الشخصي السيد رمطان العمامرة على تقديم المساعدة لتنسيق الجهود الإقليمية. السيد الرئيس، هذا المجلس بحاجة إلى دعم جهود السلام في السودان. نتطلع إلى العمل على نطاق المنظومة وفي المنطقة ومع أعضاء المجلس لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا الصدد أشكر الزملاء جميعا على انخراطهم معنا في هذا النص في مشروع القرار، وأشكر فريقنا وجميع الزملاء والخبراء الذين توافقوا على هذا النص. شكرا لممثل المملكة المتحدة على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن للاتحاد الروسي. السيد الرئيس، امتنعت روسيا خلال التصويت على مشروع القرار الذي قدمته المملكة المتحدة، وهو يتعلق بوقف الأعمال العدائية في السودان، وقد اتخذنا قرار الامتناع هذا حتى لا نعرقل مشروع النص، لأن الأمر يتعلق بإنقاذ أرواح السودانيين الذين يعانون من النزاع. ينبغي أن يتوقف العنف في السودان، هذا هدفنا الأول، وينبغي أن يكون هذا هو هدف المجلس وهدف السودانيين جميعا. ونحن وصلنا دعوة السلطات السودانية على العمل على هذا النحو. وحده الحوار يمكن أن يساعد على تسوية سياسية ودبلوماسية، ونحن على قناعة بأن السودانيين أول المسؤولين عن الأوضاع في البلاد، وهم من يقررون مصيرهم. المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن ينبغي أن يسهم في هذه الجهود دون أن يفرض قواعده ومبادئه على دولة ذات سيادة. ينبغي اتخاذ تدابير فعلية، وينبغي بذل جهود دؤوبة بغية تشجيع السودانيين على إيجاد حلول. ونود أن نتطرق إلى مسألة وصول المساعدات الإنسانية. نبقى على قناعة بأن هذه المساعدة لا يمكن أن تقدم سوى بموجب المبادئ ذات الصلة والتي وردت في قرار الجمعية العامة 46 على 182، وهو القرار الذي ينص على أن أي مساعدة تقدم لأي دولة تحتاج إليها ينبغي أن تأتي بموافقة الحكومة الوطنية وبالتنسيق معها. ونعتبر أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية الأخرى ينبغي أن تعمل مع احترام كامل لسيادة السودان. السيد الرئيس، ختاما أؤكد دعمنا لاستقلال السودان وسلامته الإقليمية وسيادته واستقلاله.
ونأمل أن يتوصل السودانيون سريعاً إلى حل لتسوية هذا النزاع ولتحديد الهياكل السياسية دون إملاء من أطراف خارجية. أشكر الاتحاد الروسي وأعطي الكلمة للصين. عذراً يقول الرئيس، أعطي الكلمة للولايات المتحدة. شكرا سيدي الرئيس. يسرنا اتحاد مجلس الأمن لاعتماد هذا القرار اليوم، وأهنئ المملكة المتحدة على الجهود الدؤوبة التي بذلت لبلوغ توافق بشأن هذا النص. مر قرابة سنة على هذا النزاع، وينبغي أن نواصل الحديث بصوت واحد لندين العنف ولنطالب بوقف إطلاق النار ولندعو الأطراف إلى تذليل كل العقبات لتيسير وصول المساعدة الإنسانية الضرورية. نقر بأن إعلانات الحكومة السودانية بشأن تيسير الوصول بريا من شمال تشاد وجويا هذا مهم، ولكنه ليس كافيا. ينبغي أن نلبي الحاجات الكبيرة لجميع السودانيين، وهذا يستوجب تيسير المساعدة عبر الحدود وخطوط التماس من مختلف النقاط لأكثر المناطق احتياجا لذلك في السودان. نحتاج إلى مزيد من التدابير لتيسير وصول المساعدة المنقذة للأرواح للفئات الأكثر هشاشة، وإن إخفاق قوات الدعم السريع في تيسير أو إخفاق القوات المسلحة السودانية في تيسير ذلك أمر له تداعيات خطيرة، لكن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ينبغي أن تعمل لمنع الكارثة، وينبغي أن تمتثل لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي. منع المجاعة والكارثة طويلة الأمد أمر يستوجب وقفا لإطلاق النار وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، ونحن ندين بأشد العبارات الفظائع التي ارتكبها الطرفان في السودان، ونطالب الطرفين بحماية المدنيين وليس الهجوم على المدنيين. ينبغي احترام حقوق الإنسان والامتثال للالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي. وكما قلنا سابقا، فإن هذه الكارثة قد طال أمدها، وينبغي أن نتحد لنوقف وصول الأسلحة التي تفاقم هذا النزاع. ونحن شاكرون للمجلس وندعوكم إلى دعمنا في إطار تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان. وأخيرا نكرر دعمنا للمبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان السيد رمطان العمامرة، وسنواصل بذل قصارى الجهود لدعم عمله. وشكرا يا سيادة الرئيس. أشكر ممثل الولايات المتحدة على هذا البيان، وأعتذر على اللبس قبل قليل، وسأعطي الكلمة الآن للصين. السيد الرئيس، صوتنا لصالح مشروع القرار الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان من جانب طرفي النزاع في السودان. مر ما يقارب سنة على نشوب هذا النزاع في السودان، والذي أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح المدنية وإلى أزمة إنسانية خطيرة ولآثار انتشرت خارج السودان. يقترب شهر رمضان، وهو شهر مبارك كريم بالغ الأهمية بالنسبة إلى المسلمين، شهر فضيل، وبالتالي ينبغي إلاء المصلحة لشعب السودان ووقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن من خلال تدابير ملموسة. المجتمع الدولي ينبغي أن يعزز الجهود، وتحديدا جهود الوساطة، لإنشاء ظروف مؤاتية من أجل مباحثات سلام بين الأطراف بغية العودة إلى سلام شامل في السودان في أسرع وقت ممكن. في الوقت ذاته ينبغي لهذه التدابير أن تحترم سيادة السودان ووحدة ترابه، وأن يمتنع الجميع عن التدخل في الشؤون الداخلية للسودان. نرحب بالجهود الأخيرة التي بذلتها حكومة السودان لفتح بعض المعابر البرية أمام المنظمات المختلفة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية، وندعو المجتمع الدولي إلى الامتثال للمبادئ الإنسانية ومساعدة السودان ودول الجوار تحسين القدرات الإنسانية لمنع تفاقم الأزمة. جدير بالذكر أنه مع الدعوة لوقف الأعمال العدائية في السودان كان من الممكن للمجلس أن يتحد أكثر من ذلك،
لكن حامل القلم لم يبذل ما يكفي من الجهود لهذا الغرض، وهذا أمر مؤسف. السيد الرئيس، حياة الإنسان في أي مكان كان مقدسة وثمينة، وينبغي قبيل شهر رمضان أن نتذكر أن شعب أو أن سكان غزة ما زالوا يعانون تحت القصف. المجتمع الدولي ينبغي أن يدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار ولإنهاء النزاع في غزة لنمنح الناس الأمل في البقاء، ولكي نوفر الأمن الكافي ولا سيما للشعائر الدينية للمسلمين هناك. وشكرا. أشكر ممثل الصين على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن للجزائر. Thank you, Mr. President. شكرا سيدي الرئيس. تعليل التصويت هذا ندلي به نيابة عن الدول الأفريقية الثلاثة زائد غويانا، إذن غويانا وموزمبيق وسيراليون وبلدي الجزائر. مجموعتنا تعرب عن خالص تقديرها للمملكة المتحدة على الجهود الدؤوبة التي بذلت رغم ضيق الوقت خلال عملية المفاوضات، ونعتقد أن هذا القرار سوف يسهم بشكل ملموس ودون أي شك في تحقيق الرفاه لشعب السودان. لقد بلغنا اليوم مرحلة بالغة الأهمية ستمهد الطريق نحو الاستقرار والسلام في السودان، إذ أن المجلس قد اعتمد هذا القرار الذي يدعو إلى وقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك. هذا التدبير الحاسم يعكس التزامنا الجماعي بالنهوض بالسلام والاستقرار في هذا البلد خلال هذا الشهر الفضيل الذي يكتسي أهمية روحية قصوى. لذا نأمل أن السودانيين والأطراف المعنيين سيغتنمون هذه الفرصة إلقاء الأسلحة وإنشاء ظروف مؤاتية للحوار ولتعزيز وصول المساعدات الإنسانية ولوقف جميع الأعمال العدائية بغية النهوض بالمسار الذي سيفضي إلى السلام في المستقبل. مجموعة البلدان الأفريقية الثلاثة زائد غويانا تثني على قرار السلطات السودانية بتيسير وصول المساعدات الإنسانية عبر عدة معابر حدودية. من خلال فتح هذه المعابر فإن الحكومة السودانية توفر شريان حياة للمناطق المتأثرة التي تحتاج إلى هذه المساعدات بشكل ملح. السيد الرئيس، في هذه المرحلة ينبغي أن نولي الأولوية إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية، وكذلك أن نوحد المبادرات، هذا أمر ضروري. الهدف هو أن نقرب بين الأطراف المحليين من أجل حوار شامل، وذلك لإيجاد حلول سودانية للمشاكل السودانية، وذلك من دون أي تدخل أجنبي، الهدف في نهاية المطاف هو تمهيد الطريق نحو سلام قابل للاستمرار. نود أن نكرر دعمنا الثابت لأمين عام الأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي وللاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية على جهود الوساطة والمساعي الحميدة، وكذلك لسعي هذه الجهات جميعاً لتعزيز الحوار والمصالحة
والحلول المستدامة من أجل رفاه شعب السودان. ختاما يا سيادة الرئيس، فإن غيانا والموزمبيق وسيراليون والجزائر تعيد جميعا التأكيد على التزامنا بالعمل البناء للعمل على تحقيق مستقبل سلمي ومزدهر للسودان. وشكرا. أشكر ممثل الجزائر على هذا البيان. لم يعد هناك من أسماء على قائمة المتحدثين. رفعت الجلسة.